السلام عليكم ورحمة الله. محاضرتنا اليوم عن الكوزموسيوتيكالز. الكوزموسيوتيكالز تعتبر نوع من النيو برودكتس ان فارماسيوتيكال اندستري. راح نشوف موقع هاي المنتجات او البرودكتس ضمن الفارماسيوتيكال برودكتس وين بالضبط. فخلينا نشوف شنو هاي الكوزموسيوتيكالز، شنو القصد بهاي المنتجات الجديدة. طبعا أهداف المحاضرة مات اليوم إن شاء الله، أولا we have to know the definition of cosmeceuticals. We have to know their regulatory status، يعني شنو موقعها القانوني والتنظيمي لهاي المنتجات. And we have to evaluate these products from the scientific view of point. يعني لازم نقيم هاي المنتجات من الناحية العلمية. هل هذه المنتجات لها good scientific basis, لها firm scientific evidence or not? So we have to evaluate these products. طبعا احنا بالسوشيال ميديا ملاحظين اكو هواية ناس يروجون المنتجات والشركات معينة يعني سواء بالسوشيال ميديا او بالقنوات التلفزيونية كذلك، يعني اللي يتابعها ملايين الناس. فهاي الترويج او هاي الادعاءات هذول الناس اللي يقولون هاي حسب تجربتنا، شنو موقعها هذه؟ نقدر نعتمد عليها هاي الدعاوى او هاي الكلينز or not. فهذا مثال واحد من يعني السوشيال ميديا انفلونسرز او الى اخره، هواية هذا كمثال فقط لا غير، اللي هو يروج الى منتج بحد ذاته. So يلا ننتقل على الفيديو. اوكي سو عندي هنا كيس بوتس اهو، فدي اول مشتريات هوريها لكم. انا بعشق صيدليه بوتس يا جماعه، لان هي صيدليه فيها كل حاجه من العنايه بالشعر للجسم للميك اب، حرفيا كل حاجه، حتى ادويه سكورس. فبدنا نشوف انه هو ده يتروج بحد ذاته. فهاي الترويج الى منتج بحد ذاته، وانه المروج او هذا الشخص ده يدعي انه هاي المنتجات فادته حسب رايه الشخصي او حسب تجربته الشخصيه. فهل يعتبر هذا النوع من الادعاءات good scientific evidence to promote these products or not? طبعا any claims like this, any video on YouTube is not considered scientific evidence. So what is considered a scientific evidence? طبعا هسه احنا قلنا انه اي فيديو على اليوتيوب، على السوشيال ميديا، على الانستغرام الى اخره، هذا كلها تعتبر او لا تعتبر ساينتفك ايفيدنس. يعني مثلا هسه دكتور بيرغ دائما يروج الى امور without scientific evidence، البيوتي بلوجرز كذلك، الدكتور سيف جنان كذلك، كلام يعني الاول بيبل او الحجيات او الى اخره، نفس المبدا هذول كلهم يتشاطرون انه هاي مجرد اراء شخصيه يطرحون without scientific evidence. So نطرح الموضوع مره اخرى. What is considered a scientific evidence? A scientific evidence should be peer reviewed. يعني شنو؟ يعني لازم يكون اول شيء هو materialistic، لازم يكون دليل مادي انه هذا اي claim، اي دعوة، اي دواء، اي منتج، اي product لازم يكون مسوين عليه تجارب، وهذا التجارب اعطتنا دليل مادي ملموس انه هاي المادة بيها فائدة او لا، سواء سلبا او ايجابا لازم يكون عندنا دليل بالاتجاهين. وهذا طبعا لازم يكون الكلام peer reviewed، يعني مراجع من قبل الأقران، يعني انه هذا الكلام مراجع من علماء مشابهين متساوين بالدرجة. يكون منشور مجلات علمية، فبهاي الحالة يعتبر good scientific evidence.
والساينتفك ايفيدنس طبعا بهم درجات، مو اي ساينتفك ايفيدنس هو مقبول او هو سترونج. يعني فرضا اذا دكتور كبير مثلا بروفيسور، او مثل شلون مجدي يعقوب الدكتور القلب المشهور، او اي دكتور اخر مثلا، قال لك هذا رايي الشخصي، هاي تجربتي الشخصيه، هاي انا اشوفها او جربتها بعيادتي واني مطمئن، او اني اعتقد انه هاي النتائج او هذا البرودكت هو is good for my patients. فمع كل الاحترام، حتى لو كان هذا اللي يقول هذا الكلام اينشتاين اللي هو العبقري اللي حاصل على جائزة نوبل الى اخره، ف with all respects it's not worthy or it's not يعني it's a worthless claim, it's worthless opinion. يعني اذا نشوف هنا تقييم مثل هيك ادعاءات او مثل هاي اللي يسموها الاوبينيون، حتى لو كانت منشوره بمجله علميه، فهو يعتبر weakest evidence. يعني الاوبينيون بيبرز اللي هي حتى لو كان اينشتاين اوبينيون with all respect it is not worthy, it is worthless. هي ما لها قيمه او دلاله علميه قويه. It is weakest stage of evidence. زين. What is considered a best evidence? طبعا اللي هي بالدرجة الثانية اللي راح يكون عندنا اللي هي الانيمال ستاديز. إذا احنا جربنا على حيوانات هيكون عندنا درجة أعلى شوية من ناحية القوة الدليل العلمي. الكيس كنترول ستاديز تعتبر درجة أقوى شوية. الراندمايزد كنترول ترايلز اللي هي تكون انه غالبا with the placebo، انه مجموعتين، مجموعه يعطوها الاكسبيرمنتال ايجنت الدراج مثلا، ومجموعه اخرى من البيشنت يعطوها بلاسيبو، وتكون دبل بلايندد. بهاي تكون بعد افضل، انه الطبيب بدا يعرف شنو هي الماده اللي هي تم اعطائها للمريض، والمريض هم يعرف شنو هي الماده اللي اخذها، وبالتالي راح يكون الريزلت without bias، بدون انحياز. وطبعا اقوى درجات الدليل العلمي اللي هي الميتا اناليسز اند سيستماتيك ريفيوز، اللي هي تسوي فلتريشن فور اول راندمايز كنترول ترايلز اند جيت ا نت كونكلوجن اور ا نت ريزلت فروم ذيس ترايلز، انه تحصل نتيجه من هاي كل الدراسات اللي هي تم اجراءها حول يعني حول برودكت معين. فوين نلقى دراسات بهذا المستوى وهاي القوة العلمية اللي هي الميتا أناليسز أند سيستماتيك ريفيوز؟ نلقاها كوتشران لايبراري. كوتشران لايبراري يعني مكتبة متخصصة بإجراء هذا النوع من الدراسات. فأي معلومة إذا أريد نتأكد من صحتها، أو أي برودكت أريد نشوف أو نقيمه إنه هل هو worthy or not، فنقدر نرجع لهاي المكتبة ونشوف الدراسات اللي تم إجراءها، هل هي أو هل وصلت أو بلغت مبلغ الميتا أناليسز أو نات. فكل ما يكون عندنا مور ستاديز ويعني عندنا مستوى الميتا أناليسز، فهذا يكون يعني يعطينا الاطمئنان إنه هذا البرودكت it's good product. Otherwise we cannot recommend it or recommend any products like what social media influencers or bloggers are doing. يعني إنه ترويج without scientific evidence is not honest job. زين. So what are the cosmeceuticals؟ شنو هاي المنتجات اللي هي قلنا قبل شوية إنه هاي منتجات جديدة نوعا ما؟ وحاليا طبعا هي تعتبر الـ fastest growing segment in the natural personal care industry، يعني صناعة المستحضرات اللي هي تتعلق بالعناية الشخصية المستندة إلى الـ natural products. فهي تعتبر هاي المنتجات الـ cosmeceuticals من أكثر الـ segments أو القطاعات اللي يصير بيها نمواً ويعني انتشار. فشنو هاي الكوزموسيوتيكالز؟ شنو تعريفها بالضبط؟ زين، الكوزموسيوتيكالز هي تعتبر
topical cosmetic pharmaceutical hybrids. هذا هو تعريفها يعني in short. هي منتجات تستخدم for topical application وهي عبارة عن hybrids between the cosmetics and pharmaceuticals. يعني لما نقول cosmetics يعني إنه هاي المنتجات اللي هي مخصصة فقط لغرض التجميل يعني المكياج أو pharmaceuticals هي الدواء. Cosmeceuticals, these are products that lie in between, اللي هي يعني تقع في المنتصف اللي هي in gray area في المنطقة وسطى بين cosmetics والدراجز. Cosmeceuticals having the properties of cosmetics and pharmaceuticals. These products are intended to enhance the beauty through ingredients that provide additional health related function or benefit. فهي بالإضافة إلى أنه أنه enhance beauty تحسن المظهر الخارجي وطبعا توفر more health or additional health related functions طبعا بسبب وجود اللي هي ال active ingredients وغالبا هي natural active ingredients تكون incorporated in these cosmetics فيطلع عندنا منتج جديد اللي هو اسمه cosmeceuticals. طبعا all cosmetics all cosmeceuticals هي applied topically يعني هي فقط للاستخدام الموضعي ماكو عندنا يعني systemic cosmeceuticals or cosmetics هي كلها applied يعني at topical level. وهاي المنتجات اللي هي يميزها عن الكوزماتيكس انه تحتوي على ingredients that influence the biological function. هذا هو الاساس اللي يفرقها عن الكوزماتيكس انه تحتوي على مواد فعاله غالبا تكون natural products secondary metabolites وهاي secondary metabolites can alter the biological function. زين هسه عرفنا شنو هو الكوزموسيوتيكالز. زين شنو تعريف الكوزماتيك؟ طبعا تعريف الكوزماتيك او مواد او مستحضرات التجميل according to the Federal Food Drug and Cosmetic Act هذا قانون تم سنه في الولايات المتحده الامريكيه في عام 1938 و54 و58 وكذلك قانون مشابه في الهند يعرف الكوزماتيكس according to the intended use يعني حسب استخدام هاي المنتجات حسب الغرض من استخدامها فيعرفها articles intended to be rubbed, poured, sprinkled or sprayed or introduced into or otherwise applied to the human body for cleansing, beautifying, promoting attractiveness or altering the appearance. يعني هي هاي المنتجات اللي هدفها انه تمسح على الجسد او يتم سكبها او رشها زين لغرض التجميل والتنظيف او زياده الجاذبيه. وهذا التعريف يشمل ان عده منتجات مثل العطور مثل النيل بولشز مثل الليبستكس مثل الشامبوز مثل الهير دايز الى اخره كلها تندرج تحت تعريف الكوزمتكس. فهسه احنا صار عندنا تعريفين يعني تعريف الكوزمتكس عرفنا شنو هو according to the Federal Food and Drug and Cosmetics Act and the cosmeceuticals اللي هي hybrid products between cosmetics and drugs. وطبعا cosmeceuticals هي بكل الأحوال تعتبر personal care products وهي bridge between cosmetics and pharmaceuticals مثل ما قلنا قبل شوية وعندنا منتجات كثيرة اللي هي تندرج او ينطبق عليها تعريف الكوزموسيوتيكالز. وطبعا الكوزماتكس هي معروفه وتم استخدامها منذ اقدم يعني الحضارات مثل الحضاره البابليه والمصريه. ف يعني استخدام الكوزماتكس يعني هو مو جديد على الانسان
وحتى بالعصور الميديفيال او العصور اللي هي بالقرن يعني العصور الوسطى باوروبا كذلك شاع استخدام الكوزمتكس وخاصه بالقرن التاسع عشر الملكه اليزابيث الاولى كانت تستخدم منتجات او كوزمتكس اللي هي تسويها سنو وايت تخليها تخلي بشرتها ناصعة البياض وهذا طبعا المنتج او هذا الكوزمتيك برودكت كان يعني من ناحية التركيبية او الكيميائية based on lead compounds فlead compounds they are toxic and their accumulative effect will lead to death فواحد من يعني theories about hair death was related to the abuse or the overuse of lead compound اللي هو اسمه serious خلينا نشوف هذا الفيديو عن هذا الموضوع. But what about cosmetics? One fashion trend that emerged in the 1500s was an obsession with blindingly white skin. In 16th and 17th century England, women painted their faces with a whitening paste called Venetian ceruse. The pigment was made by mixing metallic lead with acetic acid, also known as vinegar, in the presence of carbon dioxide to make lead carbonate, a powdery white lead. This gave the illusion of a snow-white face, but over time, it would eat away at people's skin and cause scarring, headaches, nausea, muscle damage, baldness, and eventually, early death. فنشوف انه حتى الكوزمتكس بعض الاحيان اذا يعني صيف وتكون ممكن يعني تسبب الدث للانسان فهو اني برودكت يعني كان هاف باد افكتس نو افكت جوز وذاوت سايد افكت زين cosmeceutically active ingredients constantly being developed by pharmaceutical industry, biotechnology, natural product and cosmetics companies and the cosmetic companies. هاي طبعا اكو حاليا سباق بين الشركات الصيدلانية وشركات الكوزمتكس. طبعا بسبب انه ال knowledge of or يعني ازدياد معرفتنا بالسكن بيولوجي والفارماكولوجي أدى إلى أنه تسابق في استغلال الفجوة أو الجابل بين الكوزموسيوتيكال between the cosmetics and the pharmaceuticals اللي هي الكوزموسيوتيكالز فيعني القطاعين أو then is two segments اللي هي pharmaceutical industry والcosmetics industry قاعد يستثمر بالكوزموسيوتيكالز والكوزموسيوتيكالز طبعا اللي هي الالتيميت فيتشرز مالتها لازم تكون شنو يعني هي الديزايربل فيتشرز مالتها او هدفنا يكون من هاي المنتجات لازم يكون شنو طبعا لازم ارتيست تكون افكتيف لازم تكون سيف لازم تكون الفورميليشن مالتها يعني تركيبتها يعني طريقه الاعداد مالتها الفورميليشن تكون ستيبل لازم تكون نوفل اند باتنت بروتكتد لان هاي تفيد الشركه الصيدلانيه او الشركه الكوزمتكس انه تسوي احتكار لهذا المنتج وبالتالي تحقق الارباح ولازم تكون الميتابوليزم مال هذا المنتج الكوزموسيوتيكال تكون within the skin should be local يعني اذا صار عندنا systemic absorption راح يصير عندنا systemic side effects ف يعني we have to bear in mind لازم يكون safe cosmeceutical safe product واخيرا لازم يكون inexpensive to manufacture سواء طبعا الغرض التصنيع او غرض البيع كذلك للمنتج الاستهلاك كذلك يكون هذا desirable feature زين فهسه تعرفنا على الكوزموسيوتيكالز ان جنرال هسه راح نبدي نفصل اكثر بالكوزموسيوتيكالز الكوزموسيوتيكالز ذات intended for the skin and those intended for the hair care and for special cases اللي هي مثلا البيري اوربيتال اريا اللي هي حول العين هذه هم لها سبيشال برودكتس فطبعا السكن ليش لازم نهتم به او ليش اكو عندنا منتجات هي صممت خصيصا للكوزموس للسكن اللي هي الكوزموسيوتيكال فور سكن طبعا كل الكائنات من ضمنها البشر عندنا daily routine of grooming يعني مثلا اذا تشوفون هاي القطه او البطه الى اخره فهو العنايه الشخصيه هذه او استخدام الكوزمتكس للعنايه الشخصيه هو يعني جزء من حياتنا وجزء من فعالياتنا في كل يوم
وطبعا حماية السكين or protecting and preserving the skin is essential for good health. يعني هو صحة الإنسان بشكل عام كذلك هي مرتبطة بصحة الجلد مالته. يعني هو إذا كان جلد سليم بالتالي يكون هو الـ internal organs هي كذلك سليمة، لأن هو الـ skin يعتبر the largest organ in the body. فاللي هو يوفر لنا protection، يوفر protection for the inside organs، وبالتالي هو يعني very vital organ الـ skin، فلازم نعتني به. الـ environmental elements that damage the skin شنو هي؟ هي غالباً اللي هي مثلاً الـ ultraviolet راح يسبب لنا damage للـ building blocks of the skin اللي هي DNA، الـ cell membrane والكولاجين اللي هو البروتين الموجود داخل الـ الجلد أو موجود بالجلد. زين، فطبعاً الـ cosmetics اللي هي نستخدمها for skin أو الـ skin cosmetics هي كل الأحوال they are not used for or not expected to cause skin change or heal. هي فقط to cover and beautify. الهدف الأساسي من الكوزمتكس or skin cosmetics هو فقط التغطية على العيوب زادا التجميل. بينما skin cosmeceuticals اللي هي هنا قلنا أنه بها إضافات، بها active ingredients تعطينا بيو يعني الفوائد بيوند بيوتي، يعني تعطينا فوائد بيوند البيوتي اللي هي الهيلث ريليتد يعني بنفيتس. فهاي السكن كوزموسيتيكالز واحده من اهم استخداماتها تو ريفيرس ايجينج، انه تقلل او تبطئ عمليه الايجينج، انه هي مثلا تساعدنا انه تزيل التجاعيد، مثلا تساعدنا هاي المنتجات انه تحسن من الإلاستيسيتي of the skin فإلى آخره. هسه نجي نطرق لها بالتفصيل. فالسكن كوزموسيوتيكالز being products having medicinal or drug-like like benefits are able to affect the biological functioning of the skin. طبعا بسبب ليش انه اهم فقرة واهم نقطة قلنا بيها انه هاي المنتجات انه able to alter the biological function، انه هي هاي المنتجات قادره على تغيير الوظائف الحيويه للجلد، وهذا يرجع الى وجود مواد فعاله. هاي المواد الفعاله اللي هي غالبا هي naturally derived products. زين، وطبعا أهم يعني claim بهاي المنتجات إنه these products improve. زين، هاي الكلمة أنا مركز عليها. ليش مركز عليها؟ لأن هي لما نقول improve هاي الكلمة معناتها أو هاي الدعاوى هاي المنتجات should be stand or should stand the scientific appraisal, should stand the يعني should have enough scientific evidence for these claims. لازم تحتوي على يعني دليل علمي كافي يعني support this claims. فلما نقول improve should there is يعني enough scientific evidence, enough experiments, enough evidence for such a claim اللي هو improvement of functioning texture of skin by encouraging collagen growth. It is very important. يعني هذا claim انه هاي انه تسوي لنا هاي المنتجات encouraging collagen growth by combating harmful effects of free radicals, thus maintaining keratin structure in good health condition and maintaining or making the skin healthier. ف لما نشوف مثل هيجي دعوه او هيجي claim او something like this, we should be cautious. We should يعني stop and think about such claims. لازم احنا ك يعني pharmacist or يعني health care specialist لازم نفكر ونبحث عن مدى مصداقية هذه ال claims, هاي الدعاوى. زين، ف مثلا واحدة من الدعاوى اللي هي
بما يخص الكولاجين انه هو الكولاجين هو طبعا جزء من السكن فبالتالي اذا يصير له دمج او يصير له ديستركشن راح يكون راح يصير عندنا رينكلز اور ايج لاينز وبالتالي اذا احنا اخذنا كولاجين فمن يعني بعض الاحيان من البديهي او يعني نقدر نقول نتيجه منطقيه انه راح تختفي التجاعيد وراح نعكس عمليه او نسوي ريفرسال للايجنج بروسس. طبعا هذا الحكي مو صحيح. ليش؟ يعني الانسان او الكائن الحي عنده او يمشي على سيرتن ناتشرال لوز، يعني ما يقدر يتجاوز الجسم الانسان هاي ناتشرال لوز الا يعني اذا قدرنا مثلا نتقدم بالتقنيات اللي هي الخلايا الجذعيه مثلا، فبهاي الحاله نقدر احنا نسوي مثلا ريفرسال فور سكن دامج. بس بالوقت الحالي السبلمنتس لايك ذس وان بريزنتد ان ذا سلايد اللي هو الكولاجين سي، انه الدعوه مالته انه انت اشرب كولاجين وراح تختفي التجاعيد. زين، فطبعا احنا نلاحظ انه اغلب المنتجات اللي هي يعني ميد ان يو اس اي يخلون باسفل هاي العلب او اسفل هاي السبلمنتس هاي الستيتمنت اللي هي واضحه امامكم اللي هي تقول these statements have not been evaluated by Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. فمعناتها إنه هذا الكلام اللي أو هاي الستيتمنت الموجودة على العلبة has no scientific evidence, or at least it is not evaluated by FDA, the Food and Drug Administration. So it is noteworthy enough to promote such a product to have such claims اللي هي انه ممكن تساعدنا بالقضاء على التجاعيد مثلا. فأبسط مثال انه هذا المنتج هو totally fake، انه الكولاجين هو عبارة عن بروتين، والبروتين اذا شربنا او تناولنا orally administered راح يواجه اول يعني خلينا نقول اول عقبه اللي هي الدايجستيف انزيمز والدايجستيف جوز او اللي هي الجاستريك بي اتش لو بي اتش اللي هي اسيديك بي اتش. زين، فراح يصير عندنا ديناتوريشن فور ذس بروتين، راح يصير عندنا هيدروليسيس فور ذس بروتين، سو ات از ويل كونفيرتد باك تو اتس اوريجينال امينو اسيدز تو اتس اوريجينال بيلدينج بلوكس. سو ات از يعني at the end it is like eating meats like eating fish or chicken or Kentucky الى اخره. ف معناته انه there is no difference between collagen or eating يعني لحم، بالتالي لان اللحم هو عباره عن بروتين، الفيش بروتين الى اخره. ف يعني اللحم هو متكون من بروتين الاكتين والمايوسين، والاكتين والمايوسين ما يختلف نهائيا عن الكولاجين من ناحيه البيلدينج بلوكس، هو بالنهايه امينو اسيدز. فاذا صار له هيدروليسيس لهذا البروتين فهو يرجع المكونات الاساسيه، فهو كانه احنا متناولين وجبه يعني دسمه او وجبه غنيه بالبروتينات. ف ما راح تساعدنا، القصد انه ما راح تخفي لنا العيوب مالت السكن. يعني هو صحيح هو كولاجين بس مو معناته انه اذا تناولنا كولاجين راح يصير عندنا كانه تعويض او راح يصير عندنا يعني نورشمنت فور ذس ديفيشنسي ان سكن كولاجين. يعني ببساطه يعني احنا ما يصير عندنا ابديت اذا احنا سوينا ابديت او سوينا يعني nourishment للبادي باي سيرتن اليمنتس. ف وي ار نوت بوكيمونز، يعني اذا احنا فشي ناقصنا ما يصير عندنا ديفلوبمنت باي يعني اكسترنال سبورت اور اكسترنال nourishment. هذا الجدول يحتوي على عدة natural products والsources مالتها والاستخدامات مالتها. فمثلا من الnatural products اللي هي المستخدمة حاليا
بالكوزموسيوتيكالز مثلا الفيتامينز زين الفيتامينز وهي الفيجيتابلز بشكل عام هي المصادر مالتها وفائدتها طبعا مثلا غالبا هي انتي اوكسيدنت they are counteract the free radicals الالفا هيدروكسي اسيدز اللي هي هاي تستخدم مواد as peeling agents مواد مقشره exfoliate the skin وبالتالي طبعا improve the circulation وطبعا هي مصدرها اللي هي الفروتس مثلا عندنا المالك اسيد اللي هو مصدره مثلا التفاح التارتريك اسيد مصدره مثلا العنب مثلا عندنا الالوفيرا اللي هو فائدتها مثلا سوفتن ذا سكن مثلا عندنا البيتا بيسابولول اللي هو المصدر مالته اللي هو البابونج الخيار زين الجينكو نبات الجينكا اللي هو انتي اوكسيدنت يساعد على يعني تجديد الجلد الاي في نبات اللبلاب ستيميليت ذا سيركيليشن عندنا البانثينول اللي هو بروفيتامين بي 5 يساعد كذلك على المويسترايزيشن اند بروموت هيلينج اند ريدوس ذا اريتيشن ويتش هازل اللي هو نبات يساعدنا على شد البشره لان بي استرينجنت يعني كيميكالز وبالتالي راح يعني يعطينا بشره يعني مور اور وذاوت رينكلز اور ايج لاينز زين نبات او مستخلصات الشاي الاخضر اللي بيها انتي اوكسيدنتس فالعديد من المنتجات أو الناتشرال برودكتس كان بي انكوربوريتد تو ذا كوزموسيوتيكالز ومن الأمثلة الأخرى مثلا عندنا البيتا كاروتين المصدر مالته الجلد اللي عفوا اللي هو الجزر الريتينويك أسيد اللي هو الفيتامين أي السورس مالته طبعا بروموت سيل رينوال اند سموث سكين عندنا مثلا زيت الزيتون او سوري ذا اوليف بلانت اللي هو بي يعني انتي اوكسيدنت انتي فانجال امبروف ذا تكستشر عندنا نبات اليارو اللي هو يستخدم فور اويلي هير تريتمنت الروزماري اكستراكت نبات اكليل الجبل ف نبات عرق السوس يستخدم كثير من بالمنتجات اللي هي فور بليتشينج اور وايتنينج ايجنت اللي هو او منتجات تبييض البشره نبات الهورس تشستنوت يستخدم كذلك لل سبورت ذا سيركيليشن يعالج الدوالي فهاي المنتجات كلها اللي حكينا عنها تعتبر او تسمى او هي انكوربوريتد ان كوزموسيوتيكالز هي ناتشرال برودكتس ومن الامثله على هاي المنتجات او الكوزموسيوتيكالز او هي يعني الشركات المعروفه وراسينها مثلا اولاي اللي هي عندها فيتامين لاين اللي هو specifically designed for skin care. طبعا عندنا منتجات تحتوي على استروجين or steroids. والاستروجين and steroids or hormones or هاي أو الفايتوستروجينز اللي هي الاستروجينات اللي هي مصدرها نباتي وتشابه and or يعني resembles the estrogen in structure. فلها تأثيرات متشابهة للاستروجين اللي هو او الاسترويدز اللي هي تسوي لنا سكن ثيننج وبالتالي هاي اذا صار عندنا ترقق بالجلد راح يكون الباسكولار سيستم مور شوي تو ذا اوبزرفر وبالتالي تكون مظهر الجلد مور بينكي او يطلع يكون شكله متورد او وردي فمن المنتجات اللي هي دائما يستخدموها يعني عندنا بالعراق خاصه اللي هي الدرمودين اللي هو كلوبيتاسول هو عبارة عن ستيرويد بس وهذا ده يصير له أبيوز مثل هواية ناس يعني ده نشوفهم يجون يطلبوه وهاي جماعة العطواني أغلبهم يطلعون بالتصاوير هو يعني غالبا بسبب استخدام هاي المنتجات اللي هي يعني الأبيوز of استروجين برودكتس أو هرمونال أو ستيرويدز وعندنا مثلا من المنتجات اللي هي تستخدم فور يعني improving the skin and decreasing the aging and wrinkles اللي هو مثلا المنتج اللي هو اللي سوى له patented اللي اسمهم كونو and ماستوموتو
ذولا تو جابانيز سبيشالست اور ساينتست حصلوا براءة اختراع منتج من الاكستراكت فروم اوليف بلانت نبات الزيتون وسووا منتج هو فور يعني بيوتي اند فور انتي ايجينج بروبرتيز ووايتنج كومبوننتس. فطبعا هاي هي براءة الاختراع انا خليت لكم اياها وخلي شوي نسولف على سالفة براءات الاختراع يعني. هاي هي براءة الاختراع والإكسبيري ديت مالتها بال 2020. وطبعا لما نقول براءة اختراع الباتنت زين فمو يعني لازم انه يصير عندنا رهبة من هذه الكلمة. يعني هو الباتنت هي بالمعنى الأدق مالتها هي مجرد شهادة احتكار، يعني انه هذول الشخصين لهم الحق حصري لمدة من الزمن خمس سنوات 10 سنوات 20 سنة انه يستخدمون هاي او يروجون تجاريا او يبيعون تجاريا المنتج مالتهم، ما حد له حق يقلده. يعني مثلا هسه ابسط مثال حتى نقرر الصوره لكم، مثلا البيج ماك اللي هو الساندويتش اللي هو تسوي شركه ماكدونالدز او مطاعم ماكدونالدز. يعني احنا كلنا نعرف انه هذا البيج ماك متكون من صمونه وهمبرجر وجبنه وخياره وطماطه زين. بس اذا مثلا الشيف شاهين مثلا قرر انه يقلد البيج ماك، شركه ماكدونالدز ثاني يوم تعزل بيته زين، ف راح تقاضي وراح تغرمه وراح يعني يصير كوما طلايب. ف القصد انه طبعا البيج ماك هذا تريد مارك وبس ماكدونالدز هاي الشركة لها حق انه تروج منتج باسمه اسم بيج ماك زين، علامة تجارية. حتى هي الفود ريسيبيز اللي هي الوصفات هسه احنا نسمع دائما او هو الشيف شاهين يحكي دائما يقول انه يبيع وصفاته المطعم معين، فهاي لما نباعها فهو راح يعطي حق حصري للمطعم هذا انه يستخدم الوصفة هذه. ف القصد انه الباتنت هي مو فد شيء حاليا يعني كانه فد شيء عبقري، هو مجرد شهاده احتكار انه هاي الفورميليشن يعني اوليف بلانت اكستراكت يحق لفلان يعني فلان باستخدامها بترويجها لمده من الزمن فقط لا غير، يعني مو فد اختراع او يعني فد شيء ما حد يقدر يسويه. يعني كنا نعرف مثل ما قلت لكم هذا المثال البسيط او المبسط انه البيج ماك كنا نعرف مكوناته بس ما حد يحق له انه يروج منتج بهذا الاسم لان عندهم باتنت عندهم تريد مارك. فهاي هي قصه الباتنتس. فاذا شفنا انه منتج صيدلاني ويقول لك مثلا او كوزموسيوتيكال ويقول لك انه هذا باتنتد وهذا الى اخره، فهاي يعني الكلاوات ما تعبر علينا انه يعني سوات يعني every product can be patented every يعني many products can be patented. وطبعا عندنا هوايه منتجات الغرض مالتها يعني for moisturization for decreasing aging or age lines مثلا الجوجوبا اسرز، مثلا عندنا نبات الكريزناثم اللي هو نبات الاقحوان، هذا يستخدم for stimulation of the skin and hair pigmentation انه مثلا يساعدنا بالقضاء على الشيب مثلا او يحفز الجلد يعني او to get back to its normal state. فعندنا منتجات كثيره للسكن. ومن المنتجات اللي هي تحتوي على الفيتامين اي بالميتيت used to improve the deteriorated or aged skin. فاكو طبعا عده many approach have been taken to decrease the aging of the skin. ويعني مدى فعالية هاي الـ approach هسه نجي نشوف أو نقيمها بنهاية المحاضرة إن شاء الله زين. واحدة من أهم الـ approach اللي هي تستخدم to decrease the aging of the skin اللي هو الـ sunscreens الواقيات مات الشمس. وهسه نجي نشوف بهذا الفيديو إنه هذا الرجل أو صورة هذا الرجل اللي هو يعني تراك درايفر سائق شاحنة لمدة 28 سنة، دي نشوف أنه نصف الوجه مالته بتجاعيد والنصف الآخر ما بيتجاعيد، وهذا السبب أنه
UV light or sun radiation تسبب skin damage وتسرع عملية الaging while the protected side or اللي هو ما يوصل لأشعة شمس retained its يعني beauty and health. فالultraviolet بهاي الحالة هو scientifically proven agent or factor that deteriorate skin condition or health. وبالتالي sunscreens هي scientifically proven to prevent this effect. وهسه نشوف بهذا الفيديو انه هذا طبعا الكلام منشور مجلة علمية و the fascination with this face. This is a trucker. This was published in a medical journal. This man spent 28 years driving his big rig on the road. See the left side of his face? That would be the side that is closest to his window. And how one side of his face has suffered from all that UV coming through that window. Our senior medical correspondent, Elizabeth Cohen, joins us. Elizabeth, when I first saw this, I thought it was a hoax. I thought it's not possible. He wouldn't have his window down for 28 years. And then I hear the window was up. Right. We think that, you know, those windows have a little bit of shading to them. It'll protect us from the sun. And it won't. Those UVA rays, and those are the ones that damage skin, like we see here, those UVA rays come through. And so after 28 years, it did damage to that one side of his face. And you can see it looks so different from the other side of his face. All right. Now, granted, I don't spend all of my time out on the open road like he does, but I have been driving for the better part of 30 years as well. And I don't wear sunscreen when I get into my car. Is it getting to this? You know, I don't think your face is going to turn into his face. I don't think that's going to happen. But this good is a thing with this job, huh? Right. Exactly. Man. Oh, be a lot of makeup to cover that up. But and lighting. That's right. But this is a great reminder, Ashley, that we should all be wearing sunscreen really all the time. I mean, I have to say, when I wake up in the morning, I wash my face, I put on a layer of sunscreen, even if I'm just coming to work, because I will be outside. Even if I'm just walking from my car into the CNN center, I'm getting exposed to sun, even if it's January. And so why not have that layer of sunscreen on? There's no reason not to do it. فشفنا انه الاشعه شلون على هذا الرجل على نصف الوجه مالته انه سوى له ايجنج او بريماتشور ايجنج بسبب الالترا فايولت اي وهذا ويل استابليشد منشور مجله علميه اللي هي نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن. فهذا الفيجر دا يشوفنا انه الصن راديشن بيها ثلاث انواع من الالترا فايولت سي اند بي اند اي. الالترا فايولت سي ما توصل غالبا للسكن مالتنا لان هي يصير لها ابزوربشن ات اوزون لاير. الالترا فايولت بي اند اي ويل ريتش اند ميك كونتاكت وذ سكن سيرفيس. فالسن سكرينز الهدف مالتها انه تو فلتر اوت اور ديكريز ذا افكت اوف الترا فايولت بي اند اي باي سيرتن كيميكالز. مثلا الترا فايولت بي كان بي بريفنتد باي البابا أو برا أمينو بنزويك أسيد، السنامات، السالسلات، البنزوفينونز. فهاي المركبات الكيميائية تقدر تسوي فلتريشن أو ديكريز ذا إفكت أو ألترا فيولت بي. وايل الألترا فيولت أي كان بي ديكريز باي بنزوفينون كولد إيفو بنزون. فهاي المنتجات اللي أو البرودكتس اللي بيها هاي المنتجات السان سكرينز اللي بيها هاي المركبات الكيميائية will decrease the effect of ultraviolet. وهسه نشوف انه السنسكرينز هدفها to decrease the effect of ultraviolet not to prevent totally the effect of ultraviolet. هذه وظيفة مركبات او مركب نوع اخر او مجموعة منتجات نوع اخر اللي هي اسمها sun block. فشنو الفرق بين sun block والسنسكرين؟ السن بلوكس are physical agents, مواد فيزيائية تمنع أو تعكس ال radiation of the sun, while sunscreens are chemically based agents, هي مركبات كيميائية تمنع أو تسوينا filtration أو decrease the amount of radiation reached to skin. فهذا الفرق بين sun block وال sunscreen. Among physical blockers or
الصن بلوكس اللي هي مركبات اللي هي based on iron, zinc, titanium and bismuth. وعندنا أشهر شيء بالعراق اللي هو zinc oxide ointment موجود يعني شركة سامرة وهو رخيص الثمن. كذلك التيتانيوم دايوكسيد والمركبات اللي هي based on titanium or zinc oxide micronized products of or micronized powders of these chemicals can give a transparent look. فبالتالي هي يعني تكون يعني وما تبين إذا إحنا خليناها على السكن. فعكس اللي هي النون مايكرونايز السن بلوكس اللي هي أهم ديز أدفانتج مالتها إنه إذا خليناها راح يصير انصبغ الجلد لونه أبيض لأن راح يتبين أكو طبقة على الجلد. وهذا فشي من الناحية المظهرية الجمالية غير مقبول أو غير مرغوب. بينما صن سكرينز المشكلة بها أقل وصن بلوكس هاي المشكلة كبيرة جدا بها. وبس المايكرونايزد اللي هي مسوين مايكرونايزيشن فور ذيس باودرز المشكله هذه اختفت. وعندنا صن سكرينز اللي هي بيزد اون اكتيفيتد بليتليت فاكتور هذا الهدف من عده طبعا انه اسيست ريستورينج ذا سكن تو ناتشرال كونديشن يعني يسوي لنا هيلينج يسوي لنا يعني يساعد البشره يعني او السكن انه يرجع لوظيفته الطبيعيه زائدا انه يسوي لنا صن بروتكشن. وطبعا الصن سكرينز قلنا قبل شويه ما تعطينا توتال بريفنشن يعني اذا واكو معلومه قبل لا ننتقل هو مدى البريفنشن اللي هو اليو في اندكس. شنو هو اليو في اندكس؟ اذا تلاحظون طبعا بالوذر ابلكيشنز بالتليفونات مالتكم تشوفون اكو يو في اندكس يعني بالاضافه لدرجه الحراره الهيوميديتي مثلاً سرعة الرياح الضغط إلى آخره أكو أخير شيء بالتليفون أو بالتطبيق الـ UV Index. هسه هاي هسه إحنا أنا مطلع لكم إياها من الـ UV Index of نجف 11. فإذا نشوف هذا هنا الشارت اللي بصفة إنه أو التيبل اللي بصفة إنه الـ UV Index إذا وصلت 11 الريكومنديشن اللي لازم أو نطيها وننصح بها do not go outdoors يعني إذا صارت عندك مدينة مالتك اللي هي UV Index 11 حتى من بيتك لا تطلع. فشوف أنه إحنا بيئتنا قاسية جدا وإحنا غافلين عن هذه الملاحظة أنه بعض الأحيان توصل عندنا UV Index 11 وإحنا ما ندري يعني خاصة بالفترات الظهار يعني فترات الساعة بالثنتين بالثنعش بهاي يعني الوقت UV Index توصل كلش عالية. وإذا كانت UV Index 0 to 2 تقريبا هذه ما يحتاج يعني البروتكتيف ميجرز تكون بسيطة تكون فقط يعني واحد يلبس مثلا يعني كاسكيتة قبعة كفر يعني للهيد زائدا الايس يلبس سن جلاسز. إذا صار 3 إلى 5 يستخدم لو اس بي اف سن بروتكشن فاكتور سن سكرين اللي هو 15 30 20 بهالحدود. إذا كل ما تزداد الـ UV Index راح تزداد الريسك وبالتالي يحتاج more protective measures. وهسه هذا نشوف هنا الـ SPF اللي هو Sun Protection Factor إذا كان 15 فراح يسوينا block or filtration for 93% of UV light. فبالتالي اذا 100% 99% من البروتكشن راح يوفر لنا. فهو ما الصن سكرينز تعطينا ما تعطينا نهائيا توتال بروتكشن. قلنا هاي وظيفه الصن بلوك اللي هو يسوي لنا ريفلكشن لليو في لايت وبالتالي يعطينا فول بروتكشن. بس اللي هو لوست اس بي اف اللي هو يوفر لنا 93% هو فير انف هو فيري جود يعني احنا مو اذا شفنا منتجات طبعا كل ما يزداد الاس بي اف يزداد سعرها. فال 15 يوفر لنا 93% وسعره قليل فهو فيري اكسلنت برودكت. وعندنا احنا هواي شركات مثل شركه ازيز شركه لاروش افين الى اخره توفر منتجات ممتازه وحتى اللو اس بي اف مالتها هو فيري افكتيف وفيري ديزايربل. زين من المنتجات الاخرى اللي هي هدفها تو ديجريز اور تو بيوتيفاي اور اللي هي اهم مشكله من مشاكل السكن اللي هو الايجنج اللي هو المويسترايزرز. طبعا راح تعطينا سموثينج اوت فور ذا ايج لاينز راح تقلل التجاعيد. اذا احنا سوينا مويسترايزيشن راح تسوي لنا تشد لنا البشره. عندنا هواي منتجات او شركات بهذا الغرض اللي هو غرض الترطيب
الجسم بشكل كامل او الوجه واليدين بشكل خاص مثل شركه سيتاكيل نيفيا فازلين الى اخره وهاي المويسترايزرز اللي هي بيها مركبات هي ايموليانت مركبات مرطبه تحتوي بعض الاحيان اكتيف انجريدينتس اللي هي ناتشرال برودكتس اللي هي تحولها من كوزمتيك الى تحولها الى كوزموسيوتيكلز لايك عندنا البلاك كوهوش الصويا اكستراكت الفيتامين اي ان اي كذلك عندنا منتجات فيها ممكن هايلورونيك اسيد جرين تي ليف الى اخره جلوتاثيون كلها هذه منتجات راح تعزز او يعني تحسن من وظيفه الجلد او شكل الجلد الخارجي ومن المنتجات الممتازه كذلك شركه باير اللي هو البيبانثين اللي هو فيتامين بي 5 بيست برودكت او برو فيتامين بي 5 اللي هو مويسترايزر زائد يساعدنا بالهيلينج اوف ذا سكن زين منتج اخر دائما يسالون عليه بالصيدليات ويدورون عليه اللي هو البليتشنج ايجنتس المواد او المنتجات المبيضه طبعا المنتجات المبيضه تستخدم يعني لاخفاء الفاريوس ماركس اند تو اكت تو بلوك ذا فورميشن اوف سكن بيجمنت ميلانين أهم منتج بهذه المنتجات أو أهم برودكت أو أهم أكتيف إنجريدينت اللي هو الهيدروكينون الهيدروكينون يستخدم كمبيض للبشرة زين يستخدم علاج الميليسما أو الكلف ويستخدم فور ليفر سبوتس اللي هو السبوتس اللي هي تصير بسبب التقدم بالعمر إذا شوفون هالإيدين مال الكبار بالعمر أو العجائز يصير بها مثل الشامات الصغار لونها براون أو الوجه مالتهم نفس الشيء فهاي هي يسموها liver spots وكان بي counteracted كان بي treated by hydroquinone أو kojic acid اللي هو يستخلص من المشروم وطبعا هو less effective than hydroquinone بس بعض الأحيان هذا kojic acid سوي له compounding with tretinoin or topical steroids or alpha and beta hydroxy acid وهسه نجي نشوف ليش يسوي له compounding وغالبا اللي هي bleaching agents ما مثل نطوى وحدها يعني لازم نطوى إياها يعني عدة منتجات أخرى هسه نجي نشوف شنو هي المنتجات الأخرى طبعاً الهيدروكينون هو عبارة عن فينوليك كومباوند وحتى يعني موجود بالطبيعة هواية منتج هواية نباتات والناتشرال برودكت اللي موجود هو بالطبيعة اسمه الأربيوتين وعندنا مثلاً شركة إزيز عندنا اليونيتون هو عبارة عن أربيوتين اللي هو extracted from berberry نبات اسمه البربري ف هذا هو واحد من الكوزموسيوتيكلز اللي موجوده بالصيدليات وقلنا الكوجيك اسيد نستخلصه من المشروم او الفطر وبي هذا المنتج اللي هو شركه اردن بالاضافه للكوجيك اسيد مسوين كومبينيشن وذ الاي اتش اي او الالفا هيدروكسي اسيدز والالفا هيدروكسي اسيدز يعني شنو الفا هيدروكسي اسيدز معناته انه الكربونيل جروب الموجوده بالاسيد هذا الهيدروكسيل از اتاتش تو ذا كاربون نيبرينج تو ذا تو ذا كاربونيل فهذا هاي الكربون اللي هنا اسمها الفا هاي الكربون اسمها بيتا فالالفا هيدروكسي اسيدز مثل عندنا الجلايكوليك اسيد اللاكتيك اسيد الماليك اسيد الى اخره سيتريك اسيد تارتريك اسيد اذن كلهم فائدتهم يسوون بيلينج يسوون تقشير اكسفولييشن ف ولنجاح عمليه البليتشنج عمليه التبييض لازم نعطي اللي هو البيلينج ايجنت زائدا سان سكرين هسه نجي يعني نفصل شويه بهذا الموضوع وواحد من المنتجات كذلك اللي هو يستخدم فور بليتشنج اللي هو ليكريش روت اكستراكت العرق السوس مثل عندنا شركه نوريفا المنتج مالها اسمه ترايو اي وحتى ينجح اي عمليه بليتشنج قلنا لازم نحتاج الى اجريسيف اكسفولييشن او اجريسيف بيلينج تقشير عنيف لازم نسوي للجلد حتى نحصل على جود ريزلتس وبالاضافه للإكسفولييشن نحتاج sun protection لازم it is a must إنه نأخذ sunscreen لأن إذا البشرة مخلين عليه هيدروكينون أو related product وتعرضت إلى UV light أو sun light راح يصير عندنا
يعني بعد الريزلت راح يصير عندنا بالعكس راح يصير عندنا سبوتينج وراح يصير عندنا ديسكالريشن للسكن وبالتالي يعني راح بدل ما احنا يعني نحصل على الجود ريزلت راح نحصل على وورس ريزلت راح نحصل على يعني فيري انوونتد ريزلت زين واكو صابون كذلك هو يعني مصممين يحتوي على هيدروكينون وطبعا هذا الهيدروكينون موجود بالصابون حاطين يعني خالطين وياه بفر هذا البفر هدفه انه يحافظ لنا على اللو بي اتش اوف ذا سوب وبالتالي يمنع الاوكسيديشن اوف ذا هيدروكينون وبالتالي ستيل اكتيف يظل مثلا عندنا هاي الصابونه اللي هي اسمها جلوتاسي حاطين وياها فيتامين سي والفيتامين سي هنا هو هدفه 2 ان 1 وهمتين يعطينا لو بي اتش زائدا هو يسوي لنا اكسفولييشن يعني هو هدفه التقشير زائدا انه لو بي اتش وبالتالي الهيدروكينون ويل بي افكتيف وعندنا مثلا منتجات مثلا دكتور جيمس هذا بيها جلوتاثيون اللي هو يعني ديفرنت برودكت زين فلحد هنا خلصنا السكن كوزموسيوتيكلز هسه ننتقل الى الهير كوزموسيوتيكلز اللي هي المنتجات اللي هدفها تحسين شكل الشعر او تحسين وظائف الشعر زين طبعا الانسان يختلف عن بقيه الماملز انه عنده دايركت كنترول اوفر ذا هير يعني هذا السمايلي تشيمب يعني ما يقدر يتحكم بشكل او لون شعره مثلنا ف ومن اقدم العصور احنا نستخدم الايجنتس او البرودكتس اللي هي تحسن من وظائف او شكل الشعر مثل طين خاوي لحد الان يستخدم الحنه لحد الان تستخدم وهي يعني شكل الشعر و very important for self perception and يعني physical appearance ف اللي هو القبول الانسان لنفسه بالمجتمع الى اخره فهو هاي المنتجات لها دور كبير بالحاله النفسيه للانسان وواحد من يعني السيرجنز او الدكتورز المشهورين اللي هو هنري اسمه عاش بالقرون الوسطى هو اول واحد هو سوى distinction between the يعني drugs or medicine therapies and cosmetics وطبعا بسبب قلنا انه هاي المنتجات الكوزموسيوتيكلز هي fall in between اللي هي قلنا الكوزمتكس and الفارماسيوتيكلز or drug like or drugs يعني صعب احنا نفرق بيناتها انه نخلي حد فاصل بين الكوزموسيوتيكال اور نوت كوزموسيوتيكال وعندنا هواي منتجات اللي هي توفر لنا بالاضافه الى البيوتيفيكيشن او تحسين المظهر اللي هي توفر لنا فائده اور امبروفمنت فور سكن هيلث طبعا اهم منتج للشعر بهذا الخصوص اللي هو الشامبو طبعا يعني الشامبو بحد ذاته هو يعني الهدف الاساسي هو التنظيف الكلينسينج بس اكو عندنا سبيسيفيك شامبوز اللي هي فور يعني جو بيوند كليننج اللي هي فور مثلا تريتمنت اوف اويلي هير تريتمنت اوف داندرف الوبيشيا تساقط الشعر والصلع فعندنا مثلا شركه سالسن او عفوا منتج اللي هو اسمه سالسن اللي هو سيلينيوم بيست برودكت اور شامبو هذا انتي داندرف اللي مثلا شركه فولتن عندها منتج from extract of ginseng and kelp اللي هو ده عباره عن سكريات من الطحالب البحريه الكول تار التار هو القطران طبعا هو اهم عباره عن natural product الخشب او السليلوز under pressure over long periods راح يتحول الى قطران اللي هو منتجات يعني منتجات البتروليوم برودكت فيستخدم كذلك for treatment of dandruff and can enhance the or treat the androgenic alopecia. زين. الكوزمتكس on other hand هي هدفها فقط طبعا هي قلنا اتفقنا انه هي applied locally وهدفها فقط ال hair and scalp وفقط هو for يعني enhance the appearance for beauty purposes. They have يعني no therapeutic purposes. بس هاي المنتجات الكوزمتكس لازم تكون هارملس يعني ما تسوي لنا دامج للهير للسكن سكالب للميوكس ممبرينز الى اخره وما بها اني توكسيك لوكال افكت اور جنرال افكت النورمال يوز مثل عندنا الجل يعني شود بي يعني هذا اللي نستخدمه للشعر على الاقل لازم يكون
not harmful وما بي يعني effects على hair ما يسوينه مثلا تساقط شعر. عندنا cosmeceuticals اللي هي hair cosmeceuticals مثلا بعضها يحتوي على عدة مواد ممكن اللي هي الاكتيف انجريدينت مثل عندنا زنك باراثيون او يارو اكستراكت نبات اسمه اليارو اللي هو هذا ظاهر صورته بالسلايد. اليارو يحتوي على بوليفينولكس اللي يحتوي على فلافينويدز وهذا يستخدم فور تريتمنت اوف اويلي هير. عندنا مثلا التار او اللي هو الليكور كاربونيس ديترجنز اللي هو ال اس دي ال سي دي يختصروه او هو الكول تار يستخدم علاج الاندروجينيك الوبيشيا. وطبعا الالوبيشيا او الصلع اللي هو الاندروجينيك الوبيشيا هو بسبب غالبا انه الانسان عنده جينيتك بري ديسبوزيشن وهذا الجينيتك بري ديسبوزيشن او الاستعداد الجيني او الاستعداد الوراثي راح يصير له تريجرينج باي الانفايرومنت باي ذا هرمونز انسايد ذا بودي اللي هي الاندروجينز راح يصير عندنا بالتالي تساقط للشعر. فأهم أنواع الهير كوزموسيوتيكال برودكتس اللي هي الكونديشنينج ايجنتس اللي هي المنتجات اللي هي تسرح الشعر, السبيشال كير ايجنت اللي هي المنتجات اللي هي السبيشال بروبلمز اللي هي تصير بالسكالب او الهير, عندنا الهير جروث ستيمولنس اللي هي تحفز نمو الشعر. الكونديشنينج ايجنتس يعني هدفها الاساسي هو التسريح امبارس سوفتنس اند جلوس لمعه للشعر وتسهل عمليه التمشيط. وطبعا عندنا منتج اللي هو شركة فولتن هو يعني موجود بالصيدليات هو conditioning agent وأهم المواد الفعالة الموجودة بالconditioner agents اللي هي الفاتي ingredients الكاتيونيكس والسيليكون. زين الspecial care ingredients اللي هي الموجودة بالcosmeceuticals اللي هي مفروضا احنا عندنا قشرة فالقشرة غالبا سببها fungal infection فنخلي بال هذا الشامبو اللي هو بالاساس كوزمتيك نخلي به انتي دندرف ايجنت وبالتالي يتحول الى كوزموسيوتيكال. فمثلا نخلي به زنك باراثيون او مثلا عندنا شامبو اللي هو هيد اند شولدر بي زنك باراثيون او اوكتي بايروكس اللي هو مثلا شركه فارما سيريز او كيتوكونازول ذني فعالات سريريا معروفات انه هاي خاصه الكيتوكونازول انه ويل استابليشد من خلال الدليل العلمي انه اذا تذكرون انه السلايد الاول او السلايد الثاني قلنا لكم الهيراركي اوف سايتيك ايفيدنس لازم يكون عندنا دليل علمي بمستوى كلينيكال راندمايز كلينيكال ترايل اور ميتا اناليسيس فهاي ويل استابليشد ذني انه البرودكتس من هذا المستوى عندنا أدلة أنه تعالج الفنجل انفكشنز أو تعالج الدندرف. زين الهير جروث ستيمولنس المنتجات اللي تعالج تساقط الشعر. طبعا الشامبوات بشكل عام يعني خلينا نقول عليها ineffective. ليش؟ أهم disadvantage بالشامبوات اللي هي short contacting والdilution factor by water. يعني الشامبو لازم يبقى على الاقل 5 دقائق على الراس وفريكوينت يوز يعني 3 مرات بالاسبوع. والديليوشن فاكتور انه احنا دي نصب فوق مي او الدوش هو دي يصب فوق راسنا مي فبالتالي ما راح ناخذ الفائده مالت الاكتيف انجريدينتس اللي هي انكوربوريتد وذ ذا شامبو. فهاي اهم ديز ادفانتج للشامبوز. وعندنا لذلك عندنا الترناتيف ايجنت اللي هي السيرمز اللي هي تحتوي كونسنتريتد amount of active ingredients or sprays اللي هي intended to يعني apply and leave تخليها على راسك وتتركها. فعندنا مثال على اللي هو الهير ستيمولنت or hair growth stimulant مثلا عندنا المينوكسيديل. المينوكسيديل related compound اللي هو اسمه كوباكسيل or اسمه التجاري امنكسيل طبعا هاي هدفها انه stimulate the growth of hair. وطبعا من الناحيه العلميه not well established يعني مو كلش دليلها العلمي ثابت انه خاصه الامنكسيل يعني من الناحيه العلميه مو كلش ثابت يعني شويه احسن المينوكسيديل من الناحيه العلميه. والامنكسيل يستخدم فور سيزونال اليبيشيا اللي هي تساقط الشعر الموسمي بينما المينوكسيديل يستخدم للاندروجينيك الوبيشيا تساقط الشعر يعني الميل باترن هير فول. زين لحد هنا نكون خلصنا
اللي هي الهير برودكتس اور كوزموس هير كوزموسيوتيكلز. هسه نجي ننتقل الى الاذر كوزموسيوتيكلز اللي هي تستخدم فور اي. البري اوربيتال اريا اللي هي المنطقه المحيطه بالاي دائما يصير فيها بروبلمز. طبعا السبب يرجع الى انه هاي المنطقه لاك ذا سبكوتينوس فات اند اويل جلاندز، ما بها طبقه من الدهون، وبالتالي هاي المنطقه هي معرضه بشكل اسرع او بشكل اكبر للايجنج، ومعرضه بشكل اكبر لل يصير بها رينكلينج، وبالتالي يصير softer and drier with time. فنحتاج special care for this area اللي هي قلنا هي pre-orbital area. فطبعا هو هذا شنو السبب مالته، ليش يصير عندنا يعني deterioration لهاي pre-orbital area بسبب over exposure to environmental factors اللي هي sun, pollution إلى آخره. وعندنا احنا منتجات جيدة شركة مثلا لاروش اللي هي pigment clear for treatment of اللي هو البراونينج اريا او اللي هي الهالات السوداء، سيتافيل كذلك اللي او الاولي يعني مرطبات ممتازه وجيده. وطبعا بشكل عام هي كل السكن برودكتس نقدر احنا نسوي له ابلكيشن للاي او البري اوربيتال اريا، بس ما راح تعطينا نتائج جيده بمقدار المنتجات اللي هي سبيسيفيكلي ديزاين فور ذس اريا، لان قلنا هاي الاريا بحد ذاتها هي لاك subcutaneous يعني layer or ما بيها oily glands، وبالتالي تحتاج more concentrated يعني or focused products. فعندنا منتجات اللي هي emollients زائدا تحتوي على other ingredients اللي هي تعالج هاي المشاكل اللي هي تصير peri orbital area. مثلا ممكن يعني عندنا natural products اللي هي derived from بوشر بروم كاموميل اللي هو بيحتوي على الالفا بيسابولول اللي هو هذا الماده الفعاله الموجوده به تساعد السكن تقلل الاريتيشن مالته. الفيتامين اي اللي هو انتي اوكسيدنت، فيتامين سي اي اي، مستخلص الشاي الاخضر اللي هو طبعا بي فلافونويد بي تانينز، جينكو بيلوبا اللي هو كذلك بي انتي اوكسيدنتس، الكيوكمبر اند كلانديولا. فكلها هاي هدفها انه تساعد nourish the area and counteract the softening drying of the eye or periorbital skin area and wrinkles. وطبعا واحده من اهم الكي انجريدينتس بهاي المنتجات هو اليست. اليست صح الخمائر تساعد انه تعطينا البافينس، بالتالي تخفينا الرينكلز او الايدج لاينز، وراح تقلل السكن دامج. وطبعا عندنا اذر برودكتس بها ممكن نلقى بها الويت جيرم، الكورن اويل، السكوالين. السكوالين اذا تذكرون قلنا انه اغلب المنتجات الكوزمتكس بها سكوالين، والسكوالين يستخلصوه من الشارك ليفر، وقلنا انه هذا فشي غير اخلاقي او غير مناسب، لان احنا السكوالين موجود بشكل طبيعي بالنباتات، فليش نقتل الحيوانات وهو كميته قليله بينما بالنباتات كميته اكبر ومور افيلبل مور افوردبل وذير از نو ديفرنت ات اول. يعني ماكو فرق بين السكوالين اللي نستخلصه من الليفر اوف شاركس اور ذا سكوالين درايفز فروم مثلا اوليف اويل، فهو ذا سيم توتالي ذا سيم. ف يعني سكوالين هذا هو واحد من المنتجات كذلك الموجوده اللي هي السبيشال كريمز اللي هي فور periorbital area, carrot extract، بعض المنتجات كذلك بها extract from seaweed or algae، الطحالب البحرية. فالهدف مالتها هو to counteract aging and browning or skin problems اللي هي اللي حول periorbital area. زين لهنا أنا سولفنا عن هاي المنتجات من الناحية التنظيمية، من ناحية القانونية regulatory aspects of these products. شنو موقعها هاي المنتجات؟ احنا الأدوية مثلا هسه عندنا مثال الأدفل الايبوبروفين، زين مكتوب على العلبة مالته انه to relieve pain fast for treatment of headache muscle pain الى اخره analgesic and anti-inflammatory. كل هاي الستيتمنتس have been approved by FDA،
يعني they are subjected to high scrutiny by FDA. يعني تم تحليلها بشكل دقيق, تم اختبارها بشكل دقيق. So many experiments حتى يثبتون إنه هذا بالفعل الايبوبروفين is pain reliever. فهاي حتى إذا إجا واحد يعني يريد يشتري بروفين ما يتقشمر, ما يصير له خداع إنه يطلع يعني هذا البرودكت have no pain relief. بينما supplements المكملات الغذائية أو dietary supplements أو cosmetics أو cosmeceuticals اللي هي هاي الفقرة الجديدة اللي انضافت للمنتجات الموجودة بالصيدليات, all of them are not subjected to the FDA review. يعني بما أنه not subjected معناته كل الكليمز اللي يقولوها هي عليها question mark, عليها يعني خلينا نقول not effective enough. إذا هي effective فهو الإفكاسي مالتها يعني marginal, قليل كلش, أو ما يسوى التعب عليها. فهذا المثال دائما أنا أوضحه اللي هو supplement, إنه دائما لازم نقرأ القفل العلبة إيش مكتوب, إنه نلقى مكتوب إنه these statements have not been evaluated by Food and Drug Administration. لأن هذا supplement فرضا يعني إذا كان for مثلا stimulate the hair growth أو يقوي الشعر أو إلى آخره أو شنو هو يطول العمر, يطول القامة, يطول مدري شنو, كل هذا السوالف كلها يعني كلاوات. هاي الستيتمنت هاف نوت بين ايفالويتد, ما مختبرة, ما معروف إنه مصداقية هاي المنتجات. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. بينما هاي الستيتمنت مستحيل نلقاها على FDA approved drug اللي هو مثلا الابروفين, الاموكسيل الى اخره. هسه نرجع للكوزموسيوتيكالز. الكوزموسيوتيكالز بما انه هي بها active ingredients فهاي سببت confusion, يعني سببت يعني ارتباك انه هاي شنو نعتبرها, ادويه لو مستحضرات تجميل. فهي من الناحيه القانونيه ماكو مصطلح لحد الان قانونيا يعتبر فد منتج من المنتجات هو يعني fall in between, يعتبر او يسميه cosmeceutical. فبس بسبب شيوع استخدام هاي المنتجات وترويجها وصارت يعني واقع حال, فشاع هذا المصطلح هو cosmeceuticals. هذا المصطلح cosmeceuticals قلنا not FDA, not subjected to FDA, وحتى هو ما موجود بالقانون الامريكي اللي هو الفيدرال فود اند دراج, فيدرال فود دراج اند كوزمتكس اكت, وما موجود بالقانون الهندي. فهو هذا يعني لان هو نوعا ما ريليتيفلي نيو يعني برودكتس, وهاي الشيء طبعا انعكس على الكونسيومرز, على المرضى, على المستهلكين, انه صار عندهم كونفيوجن انه هذا المنتجات انه تسوي كليمز انه هاي المنتج مثلا يطول الشعر او يقوي الشعر او يمنع التساقط او الى اخره. فهل هاي الكليمز, هاي الستيتمنت صحيحه لو كلاوات؟ فبما انه غير خاضعه للاف دي اي فما نقدر نبطي بها يعني جارنتي انه هي هاي المنتجات فعاله 100% او حتى سيف. هاي هنا نقطه اساسيه ومهمه, لان some experts بعض المختصين بدأوا ينادون إنه هاي المنتجات اللي هي الكوزموسيوتيكالز لازم تكون على الأقل سيف, يعني عوفك إنه هي إنه ممكن تكون غير فعالة, هي على الأقل لازم تكون سيف. إذا واحد خلاها وتورط ما يصير بي يعني فد تشوه أو عاهة أو إلى آخره. فلحد الآن حتى هذا الشرط ما بدأت تحقق هاي المنتجات اللي هي they are even not there is no proof of safety. وبعض الدول مثل اليابان, تايلاند إلى آخره, هونغ كونغ سوت يعني بالجديد سوت تصنيفات اللي هي البرودكتس اللي هي الفول ان بتوين الكوزموسيوتيكالز. مثلا اليابان سمتها كوزي دراجز يعني شبه الأدوية, تايلاند تسميها كنترولد كوزمتكس مثل ما احنا عندنا بريسكريبشن اونلي ميديسين, عندنا او تي سي اوفر ذا كاونتر ميديسين. فهو هاي الكوزمتكس كذلك صار حالها حال الأدوية, يعني controlled cosmetic تنصرف بوصفة طبيب. وبهونغ كونغ يسموها cosmetic type drug, يعني هي يعني شبه الأدوية أو الأدوية أو المستحضرات الشبيهة بالأدوية. وطبعا لحد الآن
عالميا ماكو فد agreement ماكو فد harmonization between USA or Europe and other countries regarding the cosmeceuticals. يعني ماكو فد قانون في التنظيم موحد يخص هاي المنتجات. وأكيد لن يصلح العطار ما أفسد الدهر. ويعني إحنا هذا the progress of age is doomed. يعني it is a must. يعني ماكو واحد يقدر يعني يعاكس قوانين الطبيعة و stop the aging progress. بس اللي نقدر نسوي إحنا إنه to age يعني خلينا نقول finally أو to age in good condition. فبس إنه واحد يبقى شباب هذه يعني الكلاوات بعد ما تمشي. وشكراً جزيلاً. وإذا أي سؤال عندكم هسا أفتح لكم المايك وشكراً جزيلاً.